بمناسبة المبعث النبوي الشريف، نظمت شعبة المحافل التابعة للعتبة العلوية المقدسة محفلا قرآنيا تضمن عدة فقرات، منها التلاوة والإنشاد الديني بمشاركة عدة قراء من محافظة النجف الأشرف وباقي محافظات العراق. نهنئ العالم الإسلامي ومراجعنا العظام وصاحب العصر والزمان بهذه المناسبة العطرة ذكرى المبعث النبوي الشريف، حيث تقيم شعبة المحافل القرآنية التابعة لمركز القرآن الكريم في العتبة العلوية المقدسة هذا المحفل السنوي بمشاركة قراء من خارج محافظة النجف الأشرف ومن داخلها. تعدد فقرات هذا المحفل للتلاوة والإنشاد الديني الخاص بالمناسبات الدينية لذكر أهل البيت عليهم السلام. مسيرتي من القرآن أو ويا القرآن بدت عمري 5 سنوات، الحمد لله على هذه النعمة. الوالد حفزني على قراءة القرآن وتلاوته وحفظه، وعانيت ما عانيت، لكن الحمد لله حينما وصلنا إلى يعني ما وصلنا إليه بعد الحقبة الطاغية اللي حكمت العراق، الحمد لله اليوم نشوف القرآن إلى أكو فد مكانة، إلى فد يعني خصوصا قارئ القرآن يعني إلى فد تكريم من العتبات المقدسة من كل المؤمنين. هذا بفضل الله عز وجل يبعث فينا الأمل، ألا أنه نجد ونجتهد في كتاب الله عز وجل حفظا وقراءة وتفسيرا. أشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.